دكتور رشيد ساري في دقيقتين أرجوك، أريد أن أختم بصورة جميلة استشرافية. كيف تتخيل الأقاليم الجنوبية بعد 10 سنوات من الآن؟ أتخيلها بأنها قطب اقتصادي مهم، أتخيلها بأنها بوابة حقيقية لولوج جميع دول العالم نحو إفريقيا، أتخيلها بأنها يعني تساهم في الاقتصاد المغربي وتساهم في التنمية الحقيقية للمغرب، نظرا وهذا ليس من فراغ، نظرا لما تتمتع به من مؤهلات على المستوى السياحي على المستوى الاقتصادي المتنوع. اليوم نتحدث عن اقتصاد أخضر، نتحدث كذلك عن اقتصاد أزرق، هناك يعني آفاق واعدة داخل المنطقة، وأظن بأنه الكفاءات التي يعني تتواجد بالأقاليم الجنوبية سوف تساهم بشكل كبير، يعني بشكل كبير في تنمية حقيقية وفي إقلاع اقتصادي للمغرب، وأظن تنميتنا الاقتصادية سوف تتلاشى معها جميع يعني المشاكل التي نعاني منها اليوم. يعني بصدق سوف لن نتحدث غدا بهذه التنمية الاقتصادية عن ما يسمى بالبوليزاريو، أو نتحدث عن مشاكل إقليمية أو سياسية، أظن بأنه التنمية الاقتصادية سوف تعزز من مكانة الأقاليم الجنوبية في استقطاب مجموعة من المستثمرين، ليس فحسب الأصدقاء يعني التاريخيين أو التقليديين، ولكن حتى الأصدقاء الجدد. لا أتحدث يعني تحديدا عن الصين، عن روسيا، عن اليابان، وعن يعني حتى أختم أتوقع يعني مستقبلا أخضرا بصدق. بصدق اتوقع مستقبلا اخضرا للاقاليم الجنوبيه، وكذلك هذا يعني هذه التنميه سوف تستفيد منها حتى دول افريقيا الشقيقه.